نتواصل معكم مشاهدينا في فقراتنا، تستمر في بيت الهنا، والفقرة القادمة من دكتورة شذا، وهتدينا نصيحة في الإسعافات الأولية. تعالوا نشوف نصيحتها مع بعض. أهلا ومرحبا بكم في فقرة الإسعافات الأولية. الليلة هنتكلم عن صندوق الإسعافات الأولية. صندوق الإسعافات الأولية صندوق مهم جدا جدا، يا ريت يكون في البيت وفي المدرسة وفي الشغل وحتى في العربية. صندوق الإسعافات الأولية عنده محتويات، مواد، أدوات وأدوية، هنوريكم الآن بعد شوية. طيب صندوق الإسعافات الأولية يكون شنو؟ أي حاجة تحفظ الحاجات دي، يعني ممكن أعملها في النجار، أعمل دولاب صغير ويكون عنده مفتاح أخدته في حتة آمنة، في صناديق إسعافات أولية جاهزة. ممكن يكون عندي درج في حتة محددة وبمفتاح أخد فيه حاجاتي بتاعت الإسعافات الأولية. المهم في الكلام ده كله إنه المواد بتاعتي كل فترة والتانية أنظفها وحافظ عليها وأشوف الإنتاج وتاريخ انتهائه، برضو المواد المستهلكة أعوضها أول بأول. طيب نشوف صندوق الإسعافات الأولية بيكون فيه شنو. بيكون عندنا قطن طبي، يكون عندنا شاش طبي بأشكاله المختلفة، شاش طبي، أربطة بتاعت شاش طبي، أربطة باندي، أوكي. يكون عندنا لصق جروح صغيرة، يكون عندي لصق كبيرة كمان، يكون عندنا حقن فارغة بمقاسات مختلفة، مقاس كبير حقنة فاضية ومقاس صغير حقنة فاضية. صندوق الإسعافات الأولية من المهم فيه إنه يكون عندي أدوية معقمة بمختلف أنواع، ما فرقت هي تكون شنو، المهم تكون معقمات للجروح لأنه بيحتاج لها كثير، بالذات البيت اللي بيكون فيه أطفال. يكون عندي دريب ملح برضو بيستعملوه كمعقم. يكون عندي خافض لسان خشبي، خافض اللسان الخشبي مهم، ممكن زول يكون عنده تشنجات، التشنجات بتخليه ما قادر يسيطر على نفسه، ممكن لسانه يرجع ورا. الحاجة اللي بعملها أخذ القطعة دي على اللسان وأضغط بيه، زي ما برضو ممكن أكشف على طفلي أشوف إذا كان حلقه محمر، في رائحة من فمه طالعة، إذا كان في صديد بستفيد منها برضو، ودي ديسبوزابل يعني كل واحدة بيدعم ما بكرر استعمالها عشان ما نقول التهاب. من الحاجات المهمة برضو في صندوقي السيرمومتر الحراري، في أنواع بتاعت سيرمومتر حراري، في سيرمومتر بخده في الفم وفي واحد تاني شرجي بيستعمله كثير عند الأطفال. ممكن يكون عندي برضو أربطة، ممكن يكون عندي جباير جاهزة كمان. من الحاجات المهمة يكون عندي ملقاط، يكون عندي مقص. الملقاط بأشكاله المختلفة كله بيساعدني في شنو، إذا في جرح وسخان ألقط به الحاجة جوا، إذا في قزازة، إذا في شوكة، بدل ما أدخل يدي يكون عندي ملقاط. كل الحاجات دي بالذات المكشوفة أنظفها كل ما استعملها وأرجعها في الصندوق. يا ريت كمان لو بقت عندنا جوانتيات برضو ديسبوزابل على أساس إنه استعمال واحد وأجدعها. زي ما قلنا كل فترة والتانية لازم أشيك على الصندوق بتاعي، أشوف محتوياته وأرتبه، والحاجة الأهم من ده كله إنه يكون بعيد من متناول الأطفال، ولو احتجت إنه أجيب حاجة ما أرسل الطفل اللي قدامي. إن شاء الله تستفيدوا ونرجع للاستديو. شكرا لك دكتورة شذا، وربنا يديك العافية إن شاء الله والصحة، وكل الناس ينعموا بالصحة والعافية والاستقرار. عموما مشاهدينا، إحنا من خلال اليوم اللي إحنا بنعمله في رمضان لابد إنه يكون يوم قيم، علشان إحنا هنحاسب على هذا اليوم من أوله لآخره. نتمنى إن شاء الله يكون فيه الروحانيات عالية ويكون فيه العلاقات الاجتماعية.